يبدل هيئة الجلوس بعد السلام من التشهد إذا كان متوركا في الرباعية يجلس على وركه. يبدل هيئة الجلوس بعد السلام من التشهد. طيب حسن، إذا كان متوركا في الرباعية يجلس على وركه. المهم بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في مصلاه إلا قدر ما يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.